Okay, hello everyone. Hello beautiful people. I hope that you're doing good. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. So we should wait like شوية باش يحضروا الناس. Actually we are late 3 minutes but still. Okay. نستناو شوية. We have 3500 هنا and 1k here. Okay, راح نستنى like 5 minutes ونبداو إن شاء الله. Thank you so much for the comments. Thank you. شكراً شكراً. Okay, نبهنا الأخ قال لك احكي بالعربية. Okay. نستناو فقط الأشخاص اللي كانوا ينتظروا التصريح يجيو. Okay, باش يسمعوا الهضرة. Okay, we have تقريبا 5k on Instagram and 2k on Facebook. This is amazing. شكرا شكرا عينك اللي ملاح. اوكي مازال زوج دقائق ونبداو اللايف بربي ان شاء الله. نعم طبعا. اوكي طبعا طبعا راح نحكي باللغه العربيه. فيوز 5555. اوكي ليتس جيت ستارتد. اذا كيما شفتوا يعني مؤخرا هذه الضجه اللي صارت في السوشيال ميديا ورانيا ميمون في محركات البحث popular now اكثر من 2k people are talking about this والناس تبعت لي في الرسائل وراح نقدم لكم يعني قبل ما نبداو نحكي اوكي ونجاوبكم على كل الاسئله اللي تم طرحها واللي تم الاستفسار عليها. اوكي على بالي كاين اشخاص بعثوا لي مسجز قالوا لنا لايك ما نحتاجوش ان نعرفوا لكن راح نقدم توضيح للاشخاص اللي هادو بعد اللي قالوا لي ما نحتاجوش توضيح. اوكي لكن قبل ما نبدا كاين اشخاص قالوا لك علاه لايك علاه تاخرتي باش جيتي تهضري. كاينين تو ريزونز كاينين سببين. اوكي انا الحاجه اللي تعلمتها في حياتي كي تكون خالوطه وتكون الناس تغلي اوكي ما ندخلش صح تخلي الناس تركح تكمل الهضره هي اوكي لانه الله يبارك انه بزاف قاعدين يحكيو ما شاء الله فخليتهم يكملوا كاع هضرتهم باش انا نجي نهضر. دوكا نتوما هضرتوا وكملتوا دوكا اتس ماي تيرن راهو دوري انا باش نهضر. اوكي الحاجه الثانيه علاه راح نقدم هذه المعلومات وعلاه راح نقدم هذا التصريح لانه مهما كان ومهما كان هذوك النيجاتيف كومنتس والتعليقات السلبيه والتهجمات والقذف اللي صرا كاين اشخاص وقفوا معايا صح. اوكي كاين اشخاص على بالهم واش صرا وكاين اشخاص ما على بالهمش من با واش صرا وقالوا لي وي ار ويذ يو سو دي ديزيرف ذيس كلاريفيكيشن. اوكي اذا قبل ما نبدا وبعد ما شرحت لكم علاه التاخر استغفر الله يا ربي كاين اشخاص قال لك علاه قلتي الكونت سكر. اي هاف نيفر سيد ذيس بيفور ما قلتش الكونت سكر قلت الكونت توقف تشغيله بسبب التبليغات. اوكي ليلى دوك حنا عندنا 3 جوغ يس ليلى هذيك بعد تعرض للحساب تاعي اكثر من 1000 ابلاغ. اوكي فانا طبعا يعني قمت بحمايته وكيف نقولوا لايك اي ديزاكتيفيتو. اوكي ديزاكتيفيتو باش ما لايك اي ستوب بيبل ما يقدروش يعملوا له ريبورت. اوكي لكن الحمد لله الاكونت كان محمي وانا كشخص بدا القاعده الجماهيريه تاعو من الصفر. اوكي الناس اللي كانوا متبعيني يعني من 2018 على بالهم باللي انا لي زابوني تاعي لميتهم بالواحد. اوكي لي زابوني تاعي او ماي بيوتيفول بيبل
يعني تشكلوا وكبروا بالواحد، فمن حقي انه نحميهم. اوكي this is first. الحاجة اللي حبيت نوضحها، حبيت نعرفكم بنفسي. اوكي لانه كاين اشخاص هنا ما يعرفونيش اصلا، يعني يعرفوني فقط في هذه الموجة، وكاين اشخاص عرفوني قبل الموجة وبشوية، وكاين اشخاص يعرفوني من بكري خلاص. اوكي الاشخاص اللي يعرفوني من بكري خلاص هذوك اللي هضر عليهم جو هذوك they truly know me، وصحصح على بالهم شكون هي رانيا ميمون وكيفاش بدات. صح نقدم لك نفسي يا عزيزي المشاهد. اوكي الله يبارك ما شاء الله اكثر من 15000 قاعدين يتفرجوا. يا سو رانيا اللي تعرفها انت دركا، رانيا اللي ممكن ما تعرفهاش ودخلت فقط الاكونت وام شور بلي ما هبطتش لتحته وما شفتش ستوريز اللي كانوا من قبل. فشفتها رانيا بدوز برو ماكس، رانيا بالماك بوك، رانيا من اوتيل اوتيل، رانيا تدير في الحفلات، رانيا تبدل في القش. اوكي هذا واش تعرف انت، هذا واش صاري دركا، واش راك تشوف انت is just the result. اوكي هذه نتيجه لبعض الاشياء انا درتهم من قبل. الناس اللي يعرفوني من 2018 على بالهم باللي انا بديت كطالبه جامعيه، كنت نفرح كي تدخلني لابورس وكي ما تدخلش نقعد نستناها، وكل مره نروح حتى انه كانوا اوقات نروح ندير نوفال افوار وما نلقاش لابورس. اوكي انا طالبه جامعيه، كانت الدراسه الاكاديميه هي كلش عندي. انا فتاه المستوى المادي تاع والديها متوسط. اوكي في زوج في مجال التعليم، عشنا حياه عاديه ما شاء الله الحمد لله، يعني ميسوري الحال. لكن انا في 2017 تعرضت للاكتئاب حاد لتسي. اوكي المتابعين تاعي على بالهم بهذا الشيء. بعدها قررت انه نغير حياتي. كيفاش نغيرها؟ نغيرها بما اتلقى عليه البعض بالتراهات، وهنا ندخلوا للموضوع الاول او الاتهام الاول اللي توجه لي انه انا اقوم ببيع الوهم. اوكي راح نعرف لكم الوهم يا اعزائي. الوهم هذا مقتبس، ما اطلقتم عليه بالوهم، مقتبس من الدين تاعنا. يعني انا ليومنا هذا ما قلت حتى حاجه ما حكاش عليها الله عز وجل وما حكاش عليها رسول عليه الصلاه والسلام. اوكي الخزعبلات او التراهات اللي البعض راه يتكلم عليها هي لتسي راكم تقولوا انه، او سمحوا لي كاين اشخاص ما قالوش طبعا، يعني الاشخاص اللي راهم يقولوا انه انا ابيع الوهم او انا نقدم حاجه ما عندهاش معنى. انا نفسها اللي درت تحدي نتصلي لاكثر من 2000 شخص واللي نوض يصلي الفجر واصبحت عاده عنده. اوكي التنميه الذاتيه اللي راكم تحكيوا عليها كخزعبلات هي نفسها اللي قال عليها رسول عليه الصلاه والسلام تفائلوا خيرا تجدوه. That's what we mean by positive thinking. اوكي انا كي نخرج لك في ستوري ونقول لك تفائل بالخير وتخيل انه راح يصراو لك حوايج ملاح ويصراو لك، ما جبتهاش من راسي. اوكي ماشي انا اللي اخترعت هذا الشيء، وماشي الغرب هو اللي اخترعه، في ديننا الاسلامي كاين. اوكي لانه في الدين الاسلامي كاين كلش، احنا فقط قاعدين نقدموا فيها بحجج عقليه. اوكي باش الناس اللي ما تامنش بالحجج الدينيه تتفهم بالحجج العقليه. انا نعت الناس كيفاه يدخلوا ويقراو كتابات، كيفاش يقراو اونلاين، كيفاش يوليو ينوضوا بكري. هذه تاني اللي اعتبرها البعض تفاهه، اللي اعتبرها البعض تراها، في حين انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لامتي في بكورها. That's what I do. هذا هو المحتوى اللي نقدمه انا. كيفاش تقرا كتاب، كيفاش تثقف نفسك، كيفاش اوليو باش تباتي تحكي في التليفون بساعتين كيفاش تباتي تقراي اونلاين، كيفاش اوليو باش تبقاي تبكي على واحد كنتي معاه في علاقه محرمه تولي تصلي وتنوضي تصلي الفجر وتولي تخدمي وتفرحي والديك. انا نفس هالبنت اللي يعيطولي الامهات والوالدين يعطيك الصحه بنتي، باسكو بنتي كانت تقطع يديها بالموس، كانت تعاني من اكتئاب حاد، وفضل الاستشارات تاعك ولات انسانه هايله. اوكي ذاتس مي، ومتشرفين. من هنا راح نزيد ننتقل للنقطه الثانيه. صراحه مانيش نتوقع انه من الاشخاص انهم، اوكي كنت نحكي منا نزيد ندور منا، مانيش نتوقع من الاشخاص انهم يامنوا، لانه على بالي اللي داخل مامن راح يبقى مامن، وما مكون ما درتش لايف راح يبقى مامن،
والاشخاص اللي ما همش مامنين مش راح يامنوا. بصح that wasn't my reason، ماشي هذا هو السبب اللي خلاني نخرج ونهضر. كاينه وحده حاجه وحده فقط حبيت نوضحها، اللي هي رانيا اللي راك تشوف فيها دركا ما هي الا نتيجه، وباش ما تجيجينيش خصك تشوفني منين بديت. I started from scratch literally. اوكي هنا ننتقل لنقطه ثانيه. اوكي رانيا فهمنا باللي المحتوى اللي راكي تقدمي فيه يا that's good. الكونيكسيون اي ثينك في الفيسبوك it says that trying to reconnect. Yeah, we connect you. Okay, so let's carry on here. That's really an issue. And no, like they need to. لازم يسمعوا هذا. نديرو المود أونلاين ونعود ون. يا جات بصح ما عمليش إضاعة ودي أرجع وحده والله. ما عمليش إضاعة على بالهم بلي راني في انستغرام ثاني. نغلق. أوكي. So I can't save it. Post now. Sorry guys. لحظة فقط نعود ون. Starting live video, ما بداش. Okay. Let's carry on هنايا ومن بعد نونجستري ونحطوا لجماعة الفيسبوك. النقطة اللي حبسنا فيها هي بخصوص الأسعار. Okay. قريت صراحة تعليقات اللي لا تمد للحقيقة بصلة. أشخاص فقط قاعدين يهضروا for the sake of talking. في حين انه هذاك الكلام يعني ما عنده حتى علاقه بالصحه اللي هي الاسعار. اوكي نتحدى اي انسان هنايا يجي يقول لي انه درت دوره في تطوير الذات اغلى من 300,000. اوكي نتحدى اي انسان يبعث لي والله يقول لي يبعث لي ستوري تاعي والله اعلان تاع دوره درتها اغلى من 300,000. و 300,000 ماشي نهار واحد، اوكي 10 ايام ونتقسمها 30 في النهار. بدات في الفيسبوك نو اتس نوت وركين عروض. اوكي قلت لكم لمده 10 ايام، يعني هذيك 300,000 كنت تقسمها على 10 ايام طيح لك 30 في النهار. اوكي ماشي 3 ملايين. اذا كاين يعني خطا في انه الاشخاص ما يقدروش يقراو الاصفار، ف 300,000 بثلاث اصفار 3 ملايين باربع اصفار. اوكي وانا في اعلاناتي نستعمل ثلاث اصفار. This is first. الحاجه اللي حبيت نحكي عليها ثاني انه دائما كانت هناك تخفيضات. الغاشي قاعد يدخل بكل ارادته الخاصه، يعني مثلا في البرومي جونفي انا عملت محاضره لمده ثلاث ساعات مقابل 100,000. اوكي 100,000 ماشي مليون، لانه الناس قاعده تخلط بين اشياء اخرى اللي راح نحكي عليها والدورات اللي راني نقدم فيها انا. متفاهمين لحد الان؟ الاتهام الثاني او الحاجة اللي الغاشي حبني نحكي عليها، اوكي انه انا ادرس التداول. زاد بدا راح يزيد كوبا نكوبيه دايركتلي صاي. يا
اوكي بالنسبه لموضوع التداول ركز معايا مليح اوكي لانه لقيت واحد الميس اندرستاندين او واحد سوء الفهم في التعليقات ولا في البوست اللي قاعدين يحطوا الناس عظيم. انا بديت في مجال التداول عندي 3 mois اوكي 3 أشهر. جيب لي ستوري ولا بوست ولا ميساج قلت ارواح عندي انا نقريك التداول جامي صارت اوكي. انا متدربه ولست مدربه وما كان حتى واحد يقدر يقريك التداول وهو عنده 3 mois اكسبيريونس اوكي. هذا النقطه الاولى بخصوص تريدين. النقطه الثانيه قال لك رانيا ميمون تخلص على الناس 4,600,000 باش تقريهم تريدين. ذاتس نوت ترو اوكي. الاكاديميه اللي راهم يقراو فيها الناس يسلكوا فيها $235 اوكي. يعني اي شخص هنا راه يشاهد معنا في اللايف كون هو يحب يدخل الاكاديميه ما يقدرش يدخل حتى يسلك $235 يعني كون ينقص منها دولار واحد ما يتفتحش الاكاونت فما بالك تنقص كومبلي. متفاهمين؟ نقطة الثالثة بالنسبة للمجال تاع تريدين ان جنرال اوكي كاينين الاف المهارات راهم الناس يتعلموا فيها مؤخرا وبسبب يعني او ديو تو كورونا فيروس وهذا البانديميك اللي عشناها الناس نتجو باللي ستادين اونلاين اند وركين اونلاين از ذا بيست اوبشن. والله هذاك هو افضل اختيار للناس او افضل احتمال لانه الناس ولاو يحوسوا على ناس عندهم مهاره يتعلموا سكيلز ومن بين المهارات اللي تدر دخل كبير منها هذه هي التداول. It doesn't mean بلي خص الناس كامل اللي يوليو تريدرز ولا الناس كامل يخدموا في تريدين ولا انا جيت قلت للناس كامل هيا وتدخلوا في تريدين. نو no. ولا مره قلتها ونتحدى اي انسان قال او يجيب لي بروف تبين بلي انا قلت ارواح ودخلوا للتداول ولا you are obliged to join me ولا ارواح ادخل برك وتربح وتولي مليونير. انا في مكالماتي تعزوم دائما بوش نختم ما يهمنيش انك تدخل معايا في البزنس but thank you so much for coming. مادامك جيت هذا يعني انك حاب تغير حياتك ما يهمش انك تدخل في البزنس but please do something. Please do something هاد سلوغن دار البز الغاشي كامل يعرفوا الغاشي كامل على بالهم بلي رانيا ميمون كي تحكي على التريدين في الاخر تقولهم please do something. لانه انا قبل ما نكون a trader I'm a personal development coach وقبل ما نكون personal development coach I'm a human being. انا ثاني انسان وما يهمنيش حتى انه دائما نهضر هذه العباره ما يهمنيش المجال اللي حاب تكمل فيه حتى لو كان تربيه النمل تربيه النحل ما يهمنيش. I don't give a shit about الشيء اللي حاب تكمل فيه المهم يكون هذاك الشيء انت حابه فيه نفع ليك ونفع للمجتمع وحلال the most important thing. انا نفرح لك كي تنجح في اي مجال انت فيه المهم انت حابه اوكي okay؟ لذلك انا أنكر أنه أنا يوم من الأيام قلت أرواحوا ادخلوا معايا في تريدين ولا ادخلوا لعالم الفوركس. دائما نقول روح ودير حاجة في حياتك قادرة تكون هذيك الحاجة اللي تديرها في حياتك هي هاد تريدين وقادرة ما تكونش أوكي؟ نقطة اللي مراها هي صح أنا نجحت وعجبني هاد المجال أنا هكا تاعي الاهتمامات like الانترست عفوا في هاد المجال. It doesn't mean باللي انت لازمك تدخل في هاد المجال وماشي كعاد اليوم في التصريح راني نقول في هاد الشيء اوكي لانه راح نعاود نرجع للارشيف ونحطها لكم في الستوري اليوم فيلم سينما في الستوري تاعي بروفز اوكي تاع دي ستوري كنت حطتهم ديجا من انستغرام باش زعما ما نبانش بلي هذا وين درتهم والله نو بلادات وانا نهضر في هاد الشيء وانا نقول ما تدخلش لاي مجال الا وانت متاكد سواء ان هذا المجال هو تريدين ولا حاجه واحده اخرى. الان نفوتوا النقطه اللي موراها قال لك باللي هاد الارباح اللي راهم ينشروا فيهم ما كاش منهم وباللي الارباح اللي راهي تنشر فيها من التسويق واني جايه للتسويق اوكي مش راح ننسى والو راح نحكي على كلش. دوكا راح نذكر الاشخاص اللي كانوا متابعيني لما انا اي بوست ا بيكتشر فيها لا فوتو تاعي فيها رتبه فيها بي اوكي هذه عندها علاقه بالتسويق كي نحط حاجه لايك ذس نو ضو راح نحطها لكم ستوري اوكي تلقى بالانس وتلقى صفقات وتلقى شيء زرق اوكي ازرق معناتها راك رابح صفقه احمر راك خاسر الصفقه اوكي دائما اي بوست سكرين شوتس هذو سكرين شوتس تاعوه لذلك يعني لو سمحتم
الاشخاص اللي على بالهم وشي هي الام تي 4 ولا الميتا تريدر 4 ويدخلوا يلقاو النتائج احضر. والشخص اللي ما على بالوش ما تقولش بلي الارباح راهم من التسويق وانت اصلا ما على بالكش. يس انا عندي ادخال من التسويق، مداخيل عفوا من التسويق، وعندي مداخيل من الفوركس. دوكا نجيو النقطه اللي موراها، راهم حسابات تجريبيه ديمو اكاونت. طبعا انا بديت بديمو اكاونت، وطبعا اي شخص يبدا يقرا يبدا يتعلم في ديمو اكاونت، غير كان كانوا زايدين عليه دراهم وحاب يدخل في الريول اكاونت دايركتلي. يعني كبدايه لازم تبدا في الديمو، اوكي، بمجرد ما تتعلم تدخل في الريول اكاونت. وحنا الان في فريقي كاين اشخاص هذا وين بداو راهم في الديمو، وكاين اشخاص عندهم الريول اكاونت، وراح نحط لكم كاع كلش في الستوري مع انه موالفه نحطهم من قبل، نتوما فقط ما شفتوهمش، سواء الاشخاص اللي ما يعرفونيش وما شافوهمش اصلا، ولا الاشخاص اللي شافوا داروا بروحهم ما شافوش، اوكي. وراح نحط لكم حسابي وتشوفوه بلي رانيا ميمون. وباش نزيد نولهكم الاشخاص اللي ما على بالهمش، اي شخص يجي يقول لك عندي ارباح في الكابتور، اوكي، راح تلقى خط هكا جاي في الشط، يا اما مكتوب ديمو يا اما مكتوب ريول، اوكي. وكمعلومه الارباح مادامهم صلحوا لك في الديمو مينز بلي انت راك متمكن، وبلي لو طبقت نفس الصفقات في الحساب الحقيقي راح تحصد نفس النتائج. يعني الشخص اللي فاتح ديمو مثلا، انا معي في فريقي شخص فاتح ديمو، يدازم مين بلي راه يجرب في الديمو هكاك برك، بالك هو مازال ما عندوش راس مال باه يدخل يتداول. سو نيفر جادج بيبل، اوكي. هنا تفهمنا في موضوع التداول، وراني مازالني نستنى في البروفس بلي انا قلت للناس ادخلوا للتداول. دوكا جينا النقطه الخامسه في اللايف تاع اليوم اللي هو التسويق، اوكي، MLM او مالتي ليفل ماركتينغ. انت ولا انت يا سيدتي اللي راكي تشوفي فيا ولا اللي راك تشوفي فيا راك دير في التسويق في ايامك عادي بلا ما تفيق، فقط انت ما راكش تسلك عليه، اوكي. ونصحكم انكم تقراو اكثر على هذا المجال، لكن تقرا عند اشخاص ثقام، عند اشخاص واعيين، ماشي عند اي شخص ما يلقاوش يدير يحكي على التسويق. والتسويق اللي نقومو به حنا هو تسويق ليس هرمي، اوكي، تسويق الكتروني ماشي بيراميد، اوكي، لانه التسويق الهرمي حرام. وراح ندير لكم لايف نشرح لكم باش تتعرفوا اكثر وتزيدوا معلوماتكم في هذا المجال، اوكي، الفرق بين التسويق الهرمي وبين التسويق الالكتروني وعلاه التسويق الهرمي حرام، اوكي. النقطه الاهم في هذه النقطه بالضبط في النقطه الخامسه اللي هي تقولوا للناس باللي ارواحوا دخلوا وتوليوا دي مليونير. نتحدى اي انسان، اي انسان هنا يقول باللي رانيا ميمون خرجت مره ستوري ولا مره في اللايف ولا في الزوم قالت لهم ارواحوا دخلوا اي هاف ا بزنس ولا اي هاف ا بروجكت وراحين توليوا فيه دي مليونير ولا تكسبوا مبالغ كبيره. الاشخاص اللي يقولوا لي اسكو في الشهر الاول نكسبوا المال باش نسلكوا الشهر الثاني، نقول لهم لا، في حين انه كاين اشخاص صح ينجحوا، بصح انا في الاول نصعبها لك باش انت دير حسابك، اوكي. لذلك انا ولا مره مديت احلام ورديه للاشخاص، حتى انه انا كي ندير برزنتيشنز وزوم كولز اوبورتونيتي كولز نمد للناس كل الحجج باش ما يدخلوش، ماشي باش يدخلوا. والحمد لله يا ربي كل شيء مسجل، كل شيء ريكوردد في الزوم. يا ناس اللي ما يتعبش وما يقتلش روحه راه ما ينجحش. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. حتى شوفوا الله، يعني سبحان الله في آخر ستوري حطيتها قبل ما تصرى هاد الضجة كنت نحكي على الموضوع هذا، قلت لهم ما تستناوش أنكم تكسبوا قد إنسان وانت ماكش قاعد تخدم قدو. إنسان يخدم 19 ساعة وانت تجي مكسل تخدم ساعة وتستنى أنك تكسب كيفه، نو مستحيل. وانا دائما ناكد يا ناس راك ما تنجح في اي مجال دركا، الحمد لله هاني نحكي ان جنرال في اي بزنس وفي اي بروجكت حتى في العلاقات، ما تنجحش اذا ما بذلتش جهد، ما تكسبش اذا ما تعبتش، وما كاينش واحد يكسب الدراهم بالراكده، وما كاينش واحد يجيوه الدراهم بالساهل. انا البارح كنت عند طبيب اعين لقيت النظر تاعي تقسم على النص، علاه؟ باسكو 19 ساعه. قال لي واش ديري في التليفون؟ قلت له نخدم بالتليفون 19 ساعه لدرجه انه وليت ما نشوفش في صحتي. ومن بعد يجي واحد يقول لك سهله، نو جامي ولا قلت سهله، وجامي لا راح نقول سهله، واللي يقول لك سهله راه يكذب عليك، واللي قال لك بلي رانيا قالت سهله راه يكذب عليك، اوكي. دوك راح ننتقلوا للنقطه الثالثه في النقطه الخامسه
قال لك كيفاه تكسب، كيفاه تدي دراهم على ناس، كيفاه 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 انت لايك درت هاد ستراكشر للجمله. I didn't get it. انا يدخلوني دراهم في التسويق ماشي لانه ناس دخلوا معايا، نو no. لانه انا قاعده ندرب في الناس. لو تتذكرون الاشخاص اللي كانوا حاضرين معانا من قبل واللي كانوا متابعيني، اشاك فوا كيلقاو الناس مطاقيني ثانك يو سو ماتش فور توداي سيشن، شكرا على الحصه تاع اليوم. ومن بعد يقولوا لي رانيا بصح حنا ما شفنا حتى لايف، وين درتيه؟ نقول لهم لا لا، هاد التدريبات خاصه بالفريق الجزائري كل يوم، ومشي انا فقط، كل الليدرز، لدرجة انه الناس اللي متابعيني من قبل على بالهم باللي ماي فوكال كوردز، خلوني انه كنت راح ندير اوبيراسيون على الفوكال كوردز تاعي وما حكيتش سمانه. علاه؟ انه كنت نهار كامل وانا نهضر، نهار كامل وانا ندرب 1-on-1 زوم كولز، ماشي فقط ندربوا الاشخاص في الفوركس كدعم، اوكي، لانه كل الدروس في الاكاديميه، كل الاساتذه في الاكاديميه ماشي اساتذه عندهم 3 موا، نو no. اشخاص عندهم 13 سنه 11 سنه 10 سنين في المجال هذا، لكن حنا كدعم، لانه في الدنيا هذه ما تستناش فقط من الشخص اللي وصل هو اللي يعلمك، الله هو اللي يساعدك. انا عندي هنا في بوينت اي بوينت بي، انا في بوينت بي مالغري كاينه بوينت سي اللي هي اكثر تقدما مني، بصح هذا راه حاب يوصل هنا قبل ما يوصل هنا، لذلك انا نعاونو ونساعدو ونوجهو. زياده عن الفوركس والتداول، عندنا تدريبات مجانية في التسويق، كيفاه صح تعرف بهذه الفكرة بدون ما تبني أحلام وردية للناس. حتى أنه كاين واحد الكلمة اللي يقولها الليدر رامي، أوكي، واللي هو الشخص اللي ساعدني أنه نبني هذا البزنس، واحد الكلمة هذه ما كنتش نعرفها أنا، اللي هي لا للتغرير. تغرير بمعنى لايك تقول حاجة وهي ما كانش، أرواح دخل برك وتربح، أرواح دخل برك، ونتحدى أي إنسان أقسم بالله العلي العظيم ليومنا هذا ما قلت لحتى انسان I have a business مربح، حتى الاصدقائي my best friends، اوكي، ونزيد نسميهم نيروز جاز شيما غادة حنين، ولا واحد فيهم قلت له ارواح اني دخلت البيزنس جديد. كيما راهم راهم في البيزنس، وكيما راهم هما اللي جاو قالوا لي رانيا واش راكي ديري، حنا رانا شفنا واش راكي ديري وشفنا النتائج، حابين نخدموا حنا تاني، ودخلوا وراهم يتعبوا ليل ونهار. ليدر نيروز قالت لها روحها حتى وليت انا تغيضني، نقولها نو ارتحي شويه، تقول لي لا لا، انت في الاول قلتي لي نيروز اذا شايفه روحك ما كيش قادره ما تدخليش، اذا شايفه روحك ما كيش حتقتلي روحك بالخدمه ما تدخليش. لذلك نتحدى اي انسان، وانا مسؤوله عن كلامي، نتحدى اي انسان يقول انه انا ما هدرتش هذه الهضره، والله شاهد عن كلامي على كلامي، اوكي. هذا بالنسبة للتسويق. دركا نجيو الحاجة خاطئة هاد الأمور، والسؤال هذا للأشخاص اللي متبعيني من قبل من 2018 وجيب، هل يا ترى رانيا ميمون في يوم من الأيام وحتى لو بغلطة خرجت ستوري ولا حطت بوست ولا كتبت ستوري تنتقد في شخص، في أي شخص، نتحدى أي إنسان يقول لي انتيا انتقدتي إنسان في السوشيال ميديا؟ علاه في رايكم مسقسيتوش روحكم هذا السؤال؟ مش شفتوش كيفاه انفلونسرز ار فايتين ايتش اذر؟ هذا يكلاشي في هذا ينتقد في خدمه هذا يقول فلان وما يدير فيها والو، فلان يقول لك ويخرط برك، وفلان يقول لك هذاك هو يدير كلش بولشيت وما عنده حتى معنى المحتوى تاعو. ولا مره انتقدت انسان، ولا مره انتقدت صانع محتوى، حتى انه كانوا الناس يجيو يقولوا لي كلام مثل راني انت تقدمي محتوى مفيد، محتوى يفيدنا صح، وكاين اشخاص يديروا غير لي فيديو تاع الضحك ولي فيديو تاع الميك اب وما عندهم حتى معنى. على بالكم واش هي كانت اجابتي لهذا الشيء؟ وهذا الشيء قلته في مقابله تلفزيونيه قدام 48 مليون جزائري، قلت لهم انا احترم محتوى كل شخص. علاه لازم كامل نكونوا نقدموا محتوى على الكتب ومحتوى على تطوير الذات؟ وكي تكون حاب دير ميك اب وين ديرو؟ وكي تكون ديغوتي وحاب تضحك شكون تروح تتبع؟ تبع لي مازال يحكي لك على البيزنس والانتربرونيا والكتابات وحوايج هكا لايك سيريوس، نو سو وي كومبليت ايتش اذر، لكن الاهم انه وي اكسبت ايتش اذر، والاهم من هذا انه تكون انت قاعد تقدم في المحتوى هذاك المميز وانت حابه، ماشي فقط لانه داير الباز. لذلك
مادامني انا ولا مره انتقدت انسان، ولا مره انتقدت سلوك انسان، ولا مره رحت قلت الانسان انت الخدمه اللي قاعد دير فيها راهي غالطه هكا قدام الناس قدام العلن على اساس نصيحه. واو، نصيحه في العلن، نصيحه قدام الاف المتابعين. اوكي، النقطه اللي موراها صراحة يعني في هاد لا بيريود خي يقول لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا تعلمت بزاف عفايس، تعلمت شكون الأشخاص اللي يوقفوا معاك ويسناوك حتى أنت بلك تشرح لهم، يقول لك بلك أنا مانيش فاهم قد قد، بلك غلطوا فيها، بلك نسمعها، بلك هي اللي عندها الحق وأنا نحييهم. كاين أشخاص يبعثوا لي رسائل رانيا شوفوا يتقدمي تصريح ما تقدميش we are with you، لانه احنا نعرفوك من الاول، انت رانيا اللي كنتي تنوضينا على الخمسة، وانت رانيا اللي كنتي ديرينا دي ستوري على الخمسة تاع الصباح تموتيفينا، وانت رانيا اللي خلصتينا من الاكتئاب، وانت رانيا اللي رديتينا نخمو في المشاريع، نخمو في قرايتنا، نخمو في والدينا قبل ما نخمو في الخزعبلات تاع العلاقات، في الاشياء المحرمه، في الاشياء اللي ما عندها حتى معنى. اوكي، راح نقدم الان واحد الجمله للأشخاص اللي من النوعية الثالثة اللي بمجرد ما صارت هاد الضجة بدأت ضجة واحدة أخرى واللي اسمها ركوب الموج. أوكي، لاحظت أنه قليل اللي بقى في اليابسة معانا، الكل فوق الموجة. أوكي، سو كاين واحد الكوتيشن تعجبني بزاف، يقول لك they need to talk about you because if they talk about themselves no one would listen. اوكي، لازم هم يحكيوا عليك، انه اذا حكوا على رواحهم واحد ما يسمع لهم. That's my response. لاي انسان قذفني بدون ما يعرف، لاي انسان تهمني اتهامات كاذبه واتهامات خاطئه، اوكي، I'm sending you forgiveness. انا راني نرسل لكم في المسامحه الان and receive it. وحاجه حبيت نقولها الان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كانوا ناس يبعثوا لي في رسائل رانيا وش هاد الضجة، like this is so big. That was my response. وقلت لهم أول ستوري راح نحطها، ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربي لي كنت نظل نحكي لكم عليه في الستوري أنه ما يضيع ليش تعبي، راه مازال معايا دركة وراح يبان الحق. وانت اللي راك تفرج فيا حاول انك تحكم بعقلك، اوكي، اللي ميزك به الله عز وجل عن باقي المخلوقات، واحكم. اوكي، لانه ديننا واش يقول؟ لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بما كتب الله لك. اوكي، لذلك حبيت الان نختمها ونقول لكم thank you so much for listening, thank you so much for coming. شكرا للاشخاص اللي وقفوا معايا، شكرا للاشخاص اللي ما وقفوش معايا، شكرا للاشخاص كامل اللي حضروا معانا. نحبكم كيما راكم، اوكي، باللي يحبوني باللي ما يحبونيش، اوكي، لانه ما عنديش مشاعر اخرى، الله يعني لغالب ما نسربيش مشاعر واحد اخرين. اوكي، نصيحه اخرى حابه نقدمها، بليز اقراوا على حاجه اسمها responsibility تاع self learning. اوكي، try to take some responsibility. كي تنجح علاه، كي تنجح تقول I did it، بصح كي تفشل تقول هما اللي خلونيش ننجح، هما اللي فشلوني. نو مادام اي شخص معاك ولو واحد حتى لو كانوا 30 شخص واستقبلوا نفس التعليم وفي نفس الظروف، واحد نجح و29 ما نجحوش، تعمل لافوت تاع 29. اوكي، سو ثانك يو سو ماتش جايز، ماي بيوتيفول بيبل، ايف ميسد يو سو ماتش. اوكي، شكرا لرسائلكم مجددا، نحبكم بزاف. وطبعا ما تنساوش واش قلت لكم، بلي ام غانا بوست اول ذا بروفز في ستوريز. واذا لاحظتوا انا ما تهجمت على اي انسان الان، وما هضرت على حتى اي حتى واحد حكى عليا. اوكي، لان ولا مره عاملت الاشخاص بأخلاقهم هما، ديما نعامل الأشخاص بأخلاقي أنا. أوكي، وأنا في هالدنيا
ماشي رسالتي انه نتقابض ونعاود الكلاش ونعاود نرد وانت درت لي وانت درت لي ومن نو انا اخلاقي ما تسمح ليش. انا اخلاقي تقول لي take care of your beautiful people, help them to achieve their goals, عاونيهم اوكي بشي اللي تقدري عليه, and that's it. Thank you so much for listening. I wish you all the best in your lives. ربي يوفقكم ان شاء الله كامل, ان شاء الله نشوفكم كامل ناجحين, ان شاء الله نشوفكم كامل واعيين ومثقفين وتحبوا بعضاكم وتحبوا الخير لبعضاكم وما تظلموش بعضاكم وما تظلموش خوتكم اوكي. لانه ما تدريش قادر تقيس انسان فيهز يديه للسماء ويقول اللهم اني مغلوب فانتصر. Thank you so much. I'm sending you love and peace.